مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم دائما بأن نستضيف سيدة أعمال ناجحة ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر نجاحا، رحبوا معي أستاذة نورة من مؤسسين نفحة عود. بداية أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين، وكيف جت فكرة تأسيس نفحة عود؟ أوكي، طبعا الناس ما تعرفون أنا نورة طالبة. بدأنا نفحة عود، كان أول شيء مشروع منزلي قبل ما يكون عندنا محل، كان بس عائلي المشروع، بس إن العطور بيننا وبين أهلنا. في سنة 2020 قررنا إن نحن نفتح محل في القرية العالمية كبداية لنا، وكانت بداية وايد حلوة. جميل جدا. أستاذ نور، حابين نعرف أكثر عن العطور والأشياء اللي أنتم عم بتوفروها للزبائن. أوكي، طبعا عندنا وايد أنواع من العطور، عندنا خلال 30 نوع من العطور، وغير العطور عندنا الرشوش والدخون واللبان وغيره. لكن العطور عندنا نحن يكون فيها، يعني كل عطر يكون فيه شيء خاص، يعني كل عطر له خلطته الخاصة، سواء كانت إماراتية أو فرنسية أو عربية. والرشوش نفس الشيء، والدخون نفس الشيء. بعرفكم زيادة عن عطورنا، عندنا عطور صيفية وشتوية ونسائية ورجالية، وثباتها عالي، فهذا الشيء اللي يخلينا نحن وايد يعني الناس يحبون عطورنا. بتكلم لكم حتى عن الدخون واللبان والرشوش. الدخون عندنا استخدام حق كل شيء، شعر، ملابس، غرف، ثياب، أي شيء. والرشوش نفس الشيء، والعطور نفس الشيء. عندنا حتى عطور شعر اللي هم نفسهم يستبين الرشوش يستخدمونهم عطور شعر. طبعا كل عطر تركيبته خاصة، فحتى عطور الشعر ما تضرر الشعر أبدا. واللبان عندنا جميع الأذواق، وعندنا العطور والدخون والرشوش اللي يناسبون كل الناس وكل الأذواق. جميل جدا. أستاذ نور، حابين نعرف التميز والنجاح، كيف قدرتوا تكسبوا ثقة العملاء وتتعاملوا معهم بشكل دائم؟ أوكي، طبعا واجهنا وايد مشاكل في البداية، وواجهنا وايد صعوبات. من خلال الصعوبات والمشاكل اللي واجهناها، عرفنا ان احنا شو الاشياء اللي لازم نعدلها ونطورها من نفسنا. والحمد لله قدرنا نتوصل لهالمرحله اللي احنا فيها اكثر. واللي يخلينا نحن نختلف ان عندنا عطور نسائيه ورجاليه وحق الثنينه، وفيهم ثباتهم وايد عالي، فهذا الشيء اللي وايد يميزنا ويخلينا نحن كنفحه عود يعني براند ثقة عند الناس. وحبيت أتكلم عن مشاركتنا نحن كنفحة عود، واشتركنا في القرية العالمية، هاي السنة الثانية لنا في أكسبو. ومن خلال مشاركتنا الأكسبو والقرية العالمية والمعارض، خلتنا أن نحن نوصل العالمية، وعطورنا وصلت ألمانيا، فرنسا، أمريكا، ودول الخليج كلها. وطبعا نحن زيوتنا العطرية في أشياء مستوردة من برا، يبناها من تركيا وغيرها. جميل جدا. أستاذ نور، حابين نعرف النظرة المستقبلية لنفحة عود. نفحة عود إن شاء الله بتشوفونها في أنحاء الإمارات بإذن الله، وأنحاء الخليج والعالم. الله يوفقكم إن شاء الله، وتوصلون إن شاء الله، وتحققون كل أحلامكم إن شاء الله وأهدافكم. أستاذ نور، إحنا عايشين في بلد الأمن والأمان الحمد لله، دولة الإمارات. الحمد لله. شيوخ الدولة والحكومة ما قصرت ويانا وقدمت الدعم اللامتناهي. حابين نسمع منك رسالة جميلة لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. أوكي، طبعا أول شيء نوجه رسالة شكر للأسرة الحاكمة. كل عام الإمارات بألف خير، ونحن لو شو نسوي حق الإمارات ما بنكون وافين بحقها. المفروض إحنا نكون نسعى أكثر عشان باسم الإمارات. أكيد، الله يطول في عمر شيوخ الدولة ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان. قبل ما أختم البرنامج، حاب أعرف كيفية التواصل لنفحة عود. التواصل نفحة عود عندكم عن طريق الإنستغرام أو الواتساب. مشاهدي الكرام، أرقام التواصل والبيانات أسفل الشاشة. أستاذ نور، شكرا كثير لاستضافتك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. آمين يا رب. مشاهدي الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة والسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.